السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا عمار. حضرتك من أجمل الأسئلة اللي قريتها وحابب أن نعمل لها فيديو مخصوص. خيرا يا رب إن شاء الله. إذا جاءت لك الفرصة أن تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، ماذا ستقول له؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أولا، نحن كلنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم على الأقل يعني مرتين في كل صلاة، وفي كل يوم تقريبا نتكلم أكثر من 10 مرات معه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنحن نسلم عليه. لكن إذا يعني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى في رؤيا، أو يعني ربنا يجمعنا به في الجنة إن شاء الله، أنا تقريبا الرد الفجائي لهذا السؤال المفاجئ أنني سأتلعثم ولا أعرف في اللغة شيئا، ويصيبني عي في الألفاظ وتخلف لغوي على لساني، فلا أستطيع أن أكلمه، وإنما أكتفي بمشاهدة وجهه المنير صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعني عندما أطأ أو عندما أدلف إلى المسجد النبوي وأستشعر أن هنا سار النبي صلى الله عليه وسلم، تصيبني يعني شعور برجفة معينة، فإذا وقفت في الروضة الشريفة لأصلي أستشعر أنه كان يصلي هنا صلى الله عليه وسلم، أستشعر شيئا عجيبا. وعندما أقف أمام القبر الشريف أحيانا في كثير من الزيارات، كثير لا أستطيع إلا أن أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رب العباد وهو القادر على كل شيء أن يلهمني ألفاظا، سوف أسأله لأتعلم كيف كان يصبر على هؤلاء الصخور أو القلوب الصخرية التي واجهها في مكة، والقلوب المتلونة من المنافقين وغيرهم في المدينة، كيف كان يتعامل. ما هذا؟ هو طبعا مدد رباني لا شك لرسول الله، لكن هذا خلقه السامق العالي، كيف كان يتعامل مع هؤلاء؟ كيف كان يتعامل مع الصحابة كصحابة الله اختارهم الله وتلاميذ ومؤيدين، وكيف يتعامل مع بيته مع زوجاته والنساء وطبائع النساء وهرمونات النساء المتغيرة وغيرتهن العجيبة؟ كيف كان يتعامل؟ يعني أخذ من فمه صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع من يبغضه؟ أتذكر حديثه مع ثمامة ابن أثال القائد الحنفي المعروف والزعيم القبلي، الذي لما أسر مرة في سرية للصحابة وجاءوا به ولا يعرفونه وربطوه في سرية المسجد، قال: ما تقول يا ثمامة؟ عرفه الرسول. ما تقول؟ ثمامة ابن أثال، سبحان الله. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ثم لك يعني بهذا المنطق. فلما كرر عليه السؤال ثاني يوم نفس القضية، ثالث يوم قال: ما سمعته يا محمد؟ بهذا الأسلوب، ما سمع هو، ما عندي غير هذا. فأطلق سراحة، فذهب ثمامة واغتسل وعاد مسلما رضي الله عنه، وعاد إلى قبيلته، وصمم أن يمنع عن قريش أي حبة بر قمح يعني تأتي من اليمن أو من أي مكان، حتى استغاثت قريش برسول الله، قالوا: يا محمد أنت وصول الرحم وأنت تأمر. انظر إلى كفار منكرين له يطرقوا على باب رحمته وسلوكه صلى الله عليه وسلم، فيخاطبوه بصلة الرحم، سبحان الله. فأمر ثمامة أن لا يمنع عنهم المدد الاقتصادي والحبوب التي تأتي، ليسمع العالم الآن، العالم
الزنديق او العالم الذي لا يعرف من الاخلاق شيئا ولا من الانسانيه شيئا في قطع الاشياء عن الشعوب. فانا سوف اساله كيف كنت تصبر يا رسول الله؟